بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. دكتور أرناف ولا أرزناف ولا يعني رينو 9 ولا رينو 19 موجود، ولا في إكسبريس موجود، في عدة سيارات، ولا في كليو شيبي موجود، في عدة سيارات. هذا فيه دايكو، طبعا الدايكو هذايا النوع هذايا بالفيس بلاتيني منه، فيه هذا فيس بلاتيني وكونوساتور فيه كل دو. باش نوريهمكم حاجة حاجة. أول ما نحيو خاصة على الخوت اللي ما يعرفش، الخوت يقمرهم أحسن أفضل من اللي يقعد هذا الرابع مثلا أو الأول من تلك كيما يحب. اللي ما يعرفش الخوت يقمرهم يكون أحسن، واللي يعرف هون يخليهم هو يعرف من غير ما يقمر. اللي ما يعرفش الخوت مثلا ينجي من ناحية الخيط هذايا رقم واحد، اللي هو الخيط هذا رقم واحد، وينحيه من هنا مدلكو وخليه بلاش باش يعرف الواحد وين. وبعد الباقي نوريه لكم. نحيو الغطاء، نحيو الخوت نتاعنا هذا يسموه ديستريبيتور او تيت ديكو، كل واحد يسميه. هذا يخيط البوبين سموه ديستريبيتور او تيت ديكو او كل واحد كيش يسميه. عندنا هنا هذايا فوسط الموتور، فوسط الديكور الروتور، هذا الروتور اللي يدور وقت احنا ندوروا الموتور هو يدور. الفوسط هذا يسموه روتور كي ديستريبيتور هكا، هذا باش يدور فوسط فوسط الديستريبيتور هذا، فوسط هذا يدور في هذا باش يوزع الكورون، مش وزع الضوء، مش وزع الكورون على الاربع شمعات، على الاربع وجهات. ديستريبيتور نتاع كورون للكاتبوجي هذا يسموه تيت ديكو او روتور او كل واحد كيفاش يسميه، كل واحد عنده ليه اسم. عنده حرف هنا وعنده حرف هنا، لازم يجي في الحرف نتاعو بالضبط باش ما يتكسرش وباش باش يركب ساهل. خاطر كان يركب ينجم من يدور، ها شوفوا يدور كما يحب الانسان، يدور لين يهبط في بلاصته، لين يهبط مكانه خليه. اسهل طريقه باش نخدموا الدايكو هو كوننا نحو الشمعه الرابعه هذه، نحيو الشمعة الرابعة وندورو الموتور ونحطو مثلا، نجيبو هذا للجوج أو التونيفيس ولا حاجة نحطو هنا وندورو لين تطلع البيستون الفوق. ندورو هكا البيستون عمال تنزل، ندورو هكاكا لين يطلع البيستون الفوق. ندورو ها شوفو هنا لين نولي بالضبط فوق بالضبط. شفتوها؟ ينزل البيستون فوق بالضبط. تولي البيستون بالفوق بالضبط، فما حاجتين. النجم يكون هو طاح هنا على الأ، والنجم يكون طاح على الكات. خاطر هنا الموتور ساكت من هنا. الطريقه الصحيحه اللي هي كيفاش لازم نعمل ضربه دوميرور لين يولي يطلع كومبريسيون من هنا بصبعي، يعني دوبلاش ضربه بدوبلاش، او ندور لين يولي فما بريسيون هنا بصبعي. ها تو نجرب نعملها، خاطر نجم يطيح على الان ويطيح على الكات. ها تو نحط كابل البوجي هكا ونشوف اذا كان سمعت الفشفيش نتاع الموتور، معناتها جا كومبريسيون صحيح. شنو سمعتو؟ هذاك هو، هذاك معناتها على الان، هذاك صحيح هكا، هذاك مادام فما كومبريسيون على الان، هذاك الان صحيح، يعني مش على الكات. يا خاطر النجم يطيح على حاجتين، مره على الان، مره على الكات، مره يطيح على الاولى، مره يطيح على الرابعه. كما قلت لكم النجم يطيح الان ويطيح على الكات اللي هو هذا. انا نحيت الان اللي هو الان من هنا، شفتوه هنا تو كي نحيت الان، هو حسبته انا هذا الان اللي هو طبعا بالفرينو ما تحسبش الان، هذاك فرجنو ديما تحسب الكات هذه اللي من قدام. فهمت كي حطيته هنا هذا يطيح الكات، لان هكا هذاك الصحيح فرينو. خاطر هنا طلع بالكومبريسيون، لازم يطلع هنا بالكومبريسيون، خاطر البيستون مره تطلع بالكومبريسيون مره بلاش، مره بالكومبريسيون مره بلاش. نجم يطيح على الان ويطيح على الكات، نجم يطيح على الاولى ويطيح على الرابعه. انا هاو هنا قمرت اللي هو ثم الرابع فرينو، الاول في نظري انا طلع على الرابع. هاو هنا شفتوه، يعني خاطر تو مازال مش صحيح
بالضبط. ايش نعملوا في الحاله هذه؟ نعاود نرجعوا طبعا اللي مش طلعوا بالبيستون، مش طلعوا بومور قد قد، خاطر طلعنا بكوبريسيون مش يعطينا عمليه صحيحه. هلا هكا اه تو هكاك صحيح، هكاك هكاك على الواحد على باش نفكوا الديكو ونوريكم الحاجات اللي هي. نجيو مفتاح 11 بالنسبه لينو. طبعا ماذا به اللي فك الديكو يقمر المكان اللي فك اللي حل فيه، لازم يجيب من هنا يعمل تراسك بترنويس ولا حاجه بسرعه، وهنا هنا نكته عاملينها بيضه، عاملين نكته دهن حتى هما بيدهم باش يرجعوهم كان. نفكوا الديكو نشدو نفكو نهزو الكالة اللي شادة ديكو، هذه كالة الروندان تاعها، نحو التيوب هذايا ونجبدو الديكو تاعنا. ما فيش شي، الديكو تاعها سهل. شو الديكو هنا؟ اش عندنا في الديكو ملوطة؟ عندنا هذيا، عندنا هذيا اللي هي فيها التركة في البنيون الوطنية، هذيا فيها جهة كبيرة وجهة صغيرة، معناتها ما تركبش مقلوبة. كان جي ركبها تو انا هيك مقلوبة ما تركبش. ما يهبطش الديكو، شوفوا ما يهبطش، ندور لين يهبط لين ينزل الديكو، وين يهبط الديكو هبط الديكو وقتها سعي ركب شد بلاصته. باش نعطيكم توا فكره على الديكو شنو اللي فيه. الديكو فيه هذه هي بون بريبريز يسموها، هذه نمصوا فيها اذا كان شد في فمك معناتها لاباس عليها. عندنا كوندوساتور، هذه كوندوساتور هذه مهمه ياسر في الشتاء، هي اللي تخلي الكهرباء تخدم بسرعه. وعندنا الفيسباثيني اللي هو هذا، عندنا اربع كامات، كات كام يدور عليهم باش يحل. شوفوا يحل كيفاش يحل، كيفاش يحل. هذه كل كامة تحل، هذه 40 والبوجيات 60، هذه قلالها بجوج 40 وهذيك 60. هذه الفيسباثيني سهله ما فيها شيء، وعندنا هذه بالنسبه للموديل هذوما تنجم تقلها والكهرباء تخدم من هنا. هذه تقلب بها والكهرباء تبدا تخدم، تنجم ترخف شويه لين ترخى وتزيد تكبس كما تحب انت على حسب الافونس والريتار اللي تحب عليه. عندنا هذايا الروتور كما قلت لكم هذايا الروتور كما قلت لكم عنده حرف هذاك، وعنده حرف هنا لازم يركب في الحرف باش يدخل، كانش ما يدخلش. وتو نرجعوا للديكوم تاعنا، فما بنيون لوطا حبيت ان نحاها ونعاود نركبها باش نوريكم كيفاش تصير. يا اخي ما لقيتش بانس اللي هو حشي بيه بانس باهي، ما لقيتش. هي سنين العمليه اللي فيها، هي هذيك تجبدها وتعاود كي تركبها بعد ما تحط الميسبوان نتاعك هنا صحيح، كي تركبها ركب وقيس بالديكو وين يجي الديكو في الان وقتها سي ركب ودور هكا الديكو. كان جاك الديكو في مكان اخر هكا معناتها مش صحيح، تعاود دورها بشوي وهكاك لين تجيبها هي والديكو في الان بالضبط نتاعك انت لحقتك به. هذيك العمليه فيها ما فيها شيء، فيها سن تتبعها، تنجم تتبعها سن لنجيبها حسب له. وديما الديكو في الكهرباء هذوما في الرينو ديما ما ديك هذا السونتر نتاعو كي يبدا في المريكل، قبل ما تعمل افونس ريتار لازم تكون الان في مكانها اللي هي هذه. ها شفتوها هاي الان تو شوي عندنا في الرينو، خاطر الان هي الرابعه يسموها. شوفوا هذه الان كيفاش، ها اوكي تعرف الان هذه الخيط هذا لازم تكون مقابلته هي، شفتها؟ ونجيبها هيك قد ها شفتها؟ نجيبها عليها هي بالضبط، دور هيك نجيب عليها هي بالضبط، ها دور هي بالضبط. ومن بعد تزيدها في الافونس وريتا كما تحب انت. من بعد الكهرباء هي تخدم، تكبس اللي تركب الواحد نتاعك السيبور نتاعها، تركب السيبور نتاعها ترجع. نركب الكروم تاعنا، نوصلوها زيت شوية لين يولي يدور هو
بشوي لازم يكون دورة دورة نجاح كسح شفتوا كيف يكون كسح. إذا كان كنت عامل ريبير كما هذه تقريتها، إذا كان عامل ريبير كما هذه ترجعه في مكان القديم ومن بعد تزيد شوية هنا أفونس وتزيد هنا رتع، يعني تحس الموتور بدا يرتاح يرتاح تمشي كده تمشي تمشي تحسه بدا يرتاح كده يرتاح بالضبط، وقتها أوقف وسكر عليه بدا يولي يخض، كان يولي يخض أرجع أرجع بشوي 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 كده تلقاه مرتاح. أو كان كنت عملت تجميرة قديمة أرجع على التجميرة بتاعه القديمة وتكبس. ونرجعوا الشمعة متاع بوجي بالله. فما شكون بالمناسبة خلينا نفهم حاجة، فما شكون سألني قال لي شنو هو الفرق بين بوجي كونيك وبوجي برونديل؟ الفرق هو يعني علاش هذه كونيك وعلاش برونديل؟ هذه هنا في بلاصة الكلاس هنا في بلاصة الكلاس هذه تجيب لا لازمها رونديل، واللي هي نص دورة كونيك يسموها نص دورة كونيك هذيك تسمى كونيك هذيك تجيب ليش رونديل. هذا الفرق بين البوجي بلا والبوجي، يعني البوجي كونيك والبوجي نورمال مش كونيك، هذا الفرق. هذه واحدة تجيب فيها رونديل واحدة تجيب ليش. إذا كان لقيت هنا مكان شوية محفر هكا شوية يعني نص دورة غارقة شوية على على الفيتاج هذيك تسمى كونيك، وإذا كان لقيت هكا مستوية كما هي بلا هذيك بالرونديل اللي هي كما هذه عملية سهلة. ثم واحد من الأخوة سألني وحبيت باش نوضح العملية هذه باش رجعوا الان كما قلت لكم هذه على الان تقعد كما هي على الان، لان بكنا حنا خيط الكات احنا خاطر هما في الـ في الـ في الرينو يمشوا الان من تالي مش كما السيارات الاخرى. نرجعوا التيل ديكو نتاعنا قبل ما كان نرجعوا للجراف نتاعو منا منا. وهنا عندنا نرجعوا هذا باش نفهموا العملية، هي إذا كان باش تبدا من الآمن هنا يولي ترواه هنا، شفتوا إذا كان باش تبدا الآمن هنا يولي ترواه هنا ويولي الكات هنا ودو هنا يعني معكوسة، وكان باش تبدا من هنا العكس. احنا باش نبدا خلينا نبدا باللي يفهموها العموم نعملوا هذا نحسبوه هو الآن في عوض الكات ريت الكات هذيك نحسبوا العموم هذا الآن اللي هو الآن الآن نحطوه هنا في الآن اللي يفهموا العموم، خلينا من المصنعية اللي يفهموا الميكانيك هذا في الآن. من بعد نجيبوا اللي بعد الديكو يدور هيك باش نعرفوا الديكو يدور الجهة اللي يدور فيها صحيحة ولا لا. نحلوا الديكو بتاعنا ونجيبوا مفتاح ندور الموتور على اليمين، ندور الموتور على اليمين شفتوه ندور على الموتور، معناتها هذاك الدوران تاع الموتور وين هذاك الديستريبيتور جالس يدور، معناتها نعملوا الآن سوا كادو نعملوا الآن نرجعوا للقطاع نتاعنا هذايا شو ولا عندنا؟ ولا عندنا هو الآن هذا من قدام ولا عندنا هذا التروا، طبعا هذا رقم ثلاثة الآن واحد ثلاثة أربعة اثنين الآن تروا كدو هذا ثلاثة، وشو ولي هذا اللي بعده؟ ولي هذا الرابع، وشو ولي هذا هنا اثنين هذا اثنين اللي تحت منه اثنين هذا هذا اللي هو كنا وهذا خيط البوبين طبعا كي نخدموا بالرينو صحيح شو اللي عندنا؟ ولي عندنا هذا آن وهذا تروا وهذا كات وهذا دو، يعني هي نفسها يعني العملية مش صعيبة. واحد ثلاثة أربعة اثنين لأن ولا عندنا هنا هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة ولي الواحد من تالي، وكان حسبنا الواحد مقدم ولي هذا واحد واحد ثلاثة ولي هذا ثلاثة هذا أربعة اثنين، العملية سهلة مش صعيبة برا. هذه ونرجع لخوتنا أنا هنا هذه كما قلت لكم لافونس والريتار اسمه لافونس والريتار هنا كما تحب أنت تزيدها كما تحب انت ويكون هو مرخوف يمين ويسار. ان شاء الله العمليه عجبتكم وتستفادوا بها، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.